مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعوا عدد كبير من المغاربة الفاجعة اللي وقعت نواحي الجديدة، أو بالضبط في الجديدة ديال 57 شاب، موضوع الهجرة السرية. في الأخير السلطات بعد أن اتصلت بالخبر من مجموعة من البواخر قدرات تنقذ 37، البقية موضوع النقاش، من بينهم أيوب. أول ظهور الأب ديال أيوب معايا في الموضوع بحرقة، غادي يعاود لنا القصة ديال أيوب كيفاش مشى يحرق. سي مصطفى، ربي اللي يعان بك، عاود لي القصة ديالك مع أيوب اللي لدابا ما عرفناش فين كاين. خويا ولدي أيوب كان ناوي نواد الهجرة، تا خير ما خاصو، تا حاجة مش خاصة. تعرف على الدراري، كلشي ولا كيشوف الدراري كيمشيو وكيصيفطو وكيدوي معاهم فيديوهات، كيصيفطو سميتو كيقول لي بابا زوديك فلان فلانية وصلات، بابا زوديك فلان فلانية وصلات. واحد الليلة خويا أنا جي خدام مساعد جزار، جيت من البوطوار، حطوا لي واحد الكويز ديال أتاي، ولدي هاديك الساعة اللي فاق، الوقت اللي ولدي فاق شرب واحد شوية ديال أتاي، تم خارج قال لي أنا غادي للقهوة. الوقت اللي خرج من القهوة، خرج غادي للقهوة، تلاقى مع شي دري. الوقت اللي تلاقى مع شي دري تناقش هو وين لقيت هذاك الدري، ويقول لي اش عسيلة. قال لي ما في خبارك، راه فلان صحابه فلان وفلان وفلان راه مشاو للجديدة، راه غادي يعرفوا. قال لي ودي اش كتقول؟ كون كانوا لا، قال لي كون مشاو كون قالوها ليا، انا راه بحال خوهم غادي يقولوها ليا. قال لي لا راه مشاو. قال لي مأكد؟ قال لي مأكد. قول لي ويجب التليفون ويعيط على شي واحد من الدراري اللي كاين تما في الجديدة مشاو بغا يحرقوا. الوقت اللي عيط عليه قال لي انتوما في فين؟ قال لي ودي احنا في الجديدة. قال لي اش غديروا؟ قال لي راه واحد السيد راه حنا باغيين نحرقوا هادي هادي. قال لي ولدي، قال لي علاش ما قلتوهاش ليا؟ ناض هو قال لي، قال لي ودي انت دابا الا بغيتي تمشي جي، الا كنتي موجود جي. قال لي الا كنتي موجود دابا جي. قال لي ولدي، قال لي ولا بغيت نجي فين غادي نجي؟ قال لي انا ما عرفكمش هنا بلاصه وسميتو. شي واحد في الدراري كان مشى مع الدراري الحرقة، مشى للجديده وما داش معاه الفلوس. ومن لقيتو ديك الدراري قال لي، قال لي شاف فلان راه معانا، هاد فلان تا هو صاحب ولدي، قال لي راه معانا، ربا غادي يجيب لي الفلوس، راه اليوم غادي يجي، وراه غيجي واحد الدري تيقول لي فلان راه كتعرفيه. قال لي اذا نعيط على فلان، قال لي بغيتي يجي معاهم. جا عندي ولدي، قال لي، قال لي با راه كاينها 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 كاين كتعرف الدري ديال الوقت. قلت له شحال وليدي؟ قال لي ودي الحراق 3 مليون والسمسار 1000 درهم. اللي قال لي، قلت له واخا وليدي ما كاين حتى شي باس، نسلفو ونتكلفو وليدي ونديو ونساعدوك. قال نخلوك غير بخاطرك، ملي الدراري صحابك مشاو وكاع كيديروا نساعدوك. انا كنت ناوي هادشي غادي يوقع، علاش غادي نسلف 3 مليون وتمشي لي حرام نبيع الدم ديال ولدي؟ علاش نبيعو؟ انا كنت انا بحال ماذا؟ انا في العمر ديالي 67 عام، انا نبقى جال وين ماذا؟ ميت ميت، شحال باقي لي في العمر ديالي؟ باقي لي في العمر ديالي والو، اللهم نموت انا ويبقى لي ولدي. علاش تمشي لي ولدي انا باقي صغير؟ علاش؟ ما علينا، عطيتو نقصيش، قلت لي صرفني واحد 50,000 اورو تا ينساني. قلت لي هاكا بغيت يجبد لك تلميع الوديو ديالو فاش غيمشي. نقول لك الوقت اللي لحق ولدي تباغ حكى لي الناس ديال كلشي اللي وقع ليه، شو يقول لي هو سيب لي اوديو هو باقي عندي في التليفون. حتى قال لي بابا، قلت لي لعب، قال لي راه واقيلا راه اليوم غادي نمشيو. نقص الناس قلت لي هما بصح كلشي باقينا. قال وليدي سير الله يسهل عليكم، والله اذا ربي سهل عليك تا ودوك الناس، والله راه نطلب الله يعاونكم. وانا لقيت ويمتى وليدي غتمشي؟ قال لي دابا دابا بلي هما جاوا باغي يديونا. هذاك هو اخر فيديو مع ولدي. نهار خميس عندنا ناس، تجي واحد الدري في صحابه كيدق هنا في الدار عندنا، صاحبه بالروح روحه كنسمعو كيقول، كيقول خالتي هزا هاودي هاودي. انا اش درت؟ والله العظيم وربي شاهد عليا هوت في الظلمه ودير غير الضو ديال البيل كنسمع فيه. تيقول يزا، تيقول العام، كيقول ما عندكم حتى شي اخبار؟ كيقول، كيقول ايوب راه سمعتو قالوا مات. او كي سمعت انا ايوب قالوا مات، طلعت طلعت فوق، ما بغيت ندير، ما بغيت ندوي ما والو. الوقت اللي مشى طاني جات المراه قلت لها يا ايوب مات، صافي وحنا نبداو نتغاوتو. جرينا عينا الغالب الله باين البلاصه اللي حطينا فيها يدينا، ما كاينش اللي كيساعدك، ما كاينش اللي كيعطيك وقت، ما كاينش اللي كيقول لك، كان غير باك صاحبي عندك يوقفوا معاك، ما عندكش انت في راسك حي. هادشي اللي كاين، باش تقول تمشي للسبيطار غادي يوقف معاك، باش تقول تمشي مشيت لامور بغيت ندخل، بغيت نقلب على ولدي. قلت لي بغيت نقلب على ولدي، راه وقع لي وقع لي وقع لي. اش قال لي؟ قال لي ممنوع ممنوع شي واحد يدخل.
قلت له علاش خويا راه ولدي وقع لي وقع لي. قال لي بلا شي واحد يدخل. دار الدوره جيت عطيتو 50 درهم، الوقت عطيتو 50 درهم حلوا لي كاع سميتو كيقول لي شوف وبنادم عامل واحد تما علاش نبول ولا ما بغيتش تخليني ولا عطيك 50 درهم خليتيني. هذه هي البلاد، هذا هو حقوق الانسان. اه هذا هو زيد وزيد ما كاينش، كتب عليك ما كاينش ما كاينش، اقسم بربي اقسم بربي اقسم بربي يا كون لقيت هاد الناس اللي كاينين هاد الحاله ميت ميت اللهم اقتلوا نمشي. شحال باقي انا بالعمر ديالي؟ بالعمر ديالي 67 عام. لاش غنبقى عايش انا؟ نمشي يا ولدي عنده 34 عام، لاش غنبقى عايش؟ لاش هادشي اللي طلع لك قلت لك. شو حالتك يا ولاد؟ الله يستر. مشاهدينا الكرام، اقسم بالله كنت عاين قبعه، الا ما عاين قبعه وتلعن في البحر راه ولادي حرام عليا. ماشي مشكل، علاش علاش عشت انا؟ علاش عايش انا؟ علاش علاش انا كندير الولاد؟ علاش كبريه خدم عليه كبريه ضرب صحتك عليه وفي الاخر يجي واحد يدير يلحقك في البحر؟ يلا قول دخلك بلا كتحس انا كنت انا معاه. اقسم بربي انا كنت معاه تاع انا وياه ونتلاحوا نتلاحوا انا وياه انا ميت ميت. هو هذا السين عام انا غادي 67 عام، انا ننسى ساعات 3 سنين كملت سمعنا نقول رحمه الله وشكرته. نقول رحمة الله وشكرتو ربي طول لي العمر وصيفط له ولدي عنده 4 سنين وشوف تبارك الله وصاحبي تخير ما خاصو. شنو حالته كي دايره؟ انا شنو انا اللي تبقى فيا انا؟ ما قدرتيش تقول لي لا. اللهم الموت انا وبقى يا ولدي. انت ما قدرتيش تقول لي لا. عمروه الدراري ولدي ولدي كل ما مشاش الهجره عندي شي حاجه في راسه. صافي نواغ الدوله والدراري كيمشيو ليا ويديروا لي اوديوات شو حنا فين عجيبه خير خير خاصك بهادي بهادي هما اللي تعمر ولدي ومشى. هذا اللي كيدير معاك هذا مرتو حامله وكذا عندها عقلها عندها 8 شهور. يلاه هذه هي البلاد هذه المساعده درك الكروسه يجيو يقلعوها لك. علاش انت ما ديرش لي حل؟ علاش حقا غنديروا حل غنديروا ويبدا غنديروا حل تلعب الفانه؟ اللهم بحدنا دابا حتى حاجه ما شفناها. الهضره كاينه، الاوديوات كاينين، الفيديوهات كاينين، اللهم صل على رسول الله، ولكن التطبيق ما كاينش حتى حاجه ما كاينه. خاص مصطفى مشاهدينا الكرام انا ما عندي ما نقول. سي مصطفى من الناس اللي كيقلبوا على الابن ديالو، ليس هناك دليل او بلاغ او جواب رسمي اللي جا سي مصطفى بلا ولدك ميت، ولكن 57 اللي مشات تلقات 37 ايوب من بين اللي ما تلقاوش. مشاهدينا الكرام كما دوا معنا السي مصطفى في اول ظهور لا غادي تشوفوا معايا الزوجه ديالو وكذلك الاخت ديال ايوب اللي هي الابنه ديال مصطفى اللي كتعيش في فرنسا اللي جات غادي تروي معنا القصه فيها مجموعه من الامور اللي القمه في الغرابه. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع غادي تشوفوا معايا كذلك شاهد اللي عاش اقرب الناس لايوب اللي هو مختفي اللي عاش معاه في البحر وهو من بين دوك 37 ونجا، وكذلك شاهد ثاني الشاهد الاول زكريا والشاهد الثاني عبد المجيد. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا هذه الحلقات، الهدف الاسمى في الموضوع رجال القانون بطبيعه الحال كيقوموا بالواجب من اجل البحث من جهه وفي نفس الوقت اتخاذ المتعين وتطبيق القانون على مثل هاد المجرمين اللي كيضحيوا بولاد عباد الله باش يديهم الماء. ما يهمنا انه هذا الموضوع للعبره، الناس اللي كتعطي الفلوس لولادها والشباب كذلك ذكورا واناث اللي كتبان لهم الامر ديال الهجره السريه امر سهل،